بتلاقي مقتنيات في الزباله وبترجعها لاهاليها تاني وبتدور عليها؟ احكي لنا كده. الحمد لله وفضل والشكر ده احمد ربنا واشكر فضله. انا من حوالي سنتين ثلاثه كده لقيت تليفون غالي قيمته غاليه وثمنه غالي، كنت شغال عندي حاجه لقيته في الشقه، فانا ما كنتش اعرف في التليفونات فاخدته ومشيت، فخليت اختي فتحته والراجل اتصل بينا قلت له حضرتك التليفون معانا، وراحت وديته له والراجل رضاني بحاجه احسن لي من ثمن التليفون 100,000 مره. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. رضاني اداني 200 جنيه حلال احسن من ثمن التليفون 10,000 جنيه. احنا عايزين نسال بس الناس الاول اللي واقفه جنبك دي كلها. بسم الله، ازي حضرتك؟ الله يسلمك يا باشا. عرفنا بيك. مصطفى عبد الباري. استاذ مصطفى، ايه اللي خلاكوا تعملوا اللفته الجميله دي مع عشان راجل محترم وامين في الشارع؟ عرفتوه ازاي او جبتوه الشارع ازاي او جه الشارع؟ هو ضرب نفسه وساعة نفسه وكل حاجه مع نفسه. يعني هو فرض نفسه في الشارع في الشغل في الشوارع كلها معاه. الشارع كلها الناس عارفه. ما شاء الله ما شاء الله. وصبر امين على الناس كلها يعني. بتثقوا في ثقه عمياء خلاص كل طبعا. حاجه كل حاجه يا باشا. والله بريت بصراحه منظف المنطقه بامانه ربنا، واحنا من غيره هنا ما نسواش حاجه، عشان المنطقه ديت يعني بصراحه ربنا هو اللي شايلها في الزباله في كل حاجه بصراحه منظفه. طبعا عامل النظافه يعتبر اهم من اي موظف. اهم حقيقي طبعا. ده حقيقي. نتخيل الشوارع كده اساسا. معلش، هو من غيره احنا ما نسواش حاجه، ان هو اللي بينظف الشوارع. نتخيل الشوارع كده من غير الناس الجميله دي وامانتها. ما تسواش حاجه ده حقيقي حضرتك. يعني معروف ان دوت النظافه من الايمان، هو الراجل بينظف الشوارع وبينظف الدنيا. الله يكون في عونه بصراحه ربنا، ان شغلنا بصراحه ربنا بتجيب امراض وبتجيب، هو اللي كتر خيره اللي بيساعد الناس وبيعمل للناس الخدمه دي. ما شاء الله عليك. عم صبر عندك اولاد؟ معايا فهمي وتقى وبسمله. فهمي وتقى وبسمله. وتقى وبسمله. معايا فهمي في ثانوي، اول سنه في ثانوي، ومعايا تقى في ثالثه اعدادي طالعه السنه الجايه باذن الله ثانوي، ومعايا بسمله في ثانيه ثانوي. ما شاء الله. بتصرف على الثلاثه تعليم وما قصرتش معاهم في حاجه؟ لا، من محبه الناس بصرف عليهم، محبه الناس وكرم الناس. ما شاء الله. والناس بتراضيني وبتديني حقي وبزياده، وقبل ما بتديني فلوس بتديني حقي في الكلام والمعامله، فانا بحب الناس اللي هنا كلها. يعني انت ما شاء الله بتجتهد. طب قصتك ايه؟ يعني انت ما اشتغلتش حاجه ثانيه غير عامل بس؟ حضرتك انا كنت قهوجي، كان معايا تلات عيال صغيرين لما ابتدوا يكبروا، فلقيت ان انا المصاريف مش هتكفي، فانطريت ان انا اجتهد واشتغل الشغلانه دي، لقيت فيها رزق احسن. حتى ساعتها اخويا الكبير زعل مني، بقى مرتاح ربنا يرزقه، وجابنا قدام صحابه وقال لي كده ما ينفعش ومش كده ما ينفعش، وتعالى اقعد على باب ورشته وانا اديك اللي انت عاوزه. فانا قلت له يا اخويا مش هينفع ان انا اعتمد على حد غير على نفسي، مش هينفع ان انا ابعت عيالي تاخد منك المصروف او ابعت مراتي تاخد منك المصروف. ساعتها الناس صحابه رشحوني وقالوا لي توكل على الله واشتغل، فقلت له عيب الحوجه مش عيب ان انا اشتغل الشغل. ما شاء الله. كان ممكن يبقى قاعد في بيته مستريح وبياخد فلوس من اخوه. بس هو مش عايز حد مخاطره يقف معاه، هو عايز يتبع على نفسه بس. ان شاء الله. يعني بطلب الرضا من ربنا اهم حاجه. طبعا ونعم بالله. الحمد لله وفضل الشكر. عياله مؤمنين، كل حاجه كل حاجه معايا. معايا عيال متعلمه وكويسين الحمد لله وفضل الشكر لله، ومعايا اهلي كويسين. يعني بالرغم من ان شغلانتك بسيطه طبعا والدخلها على قده، بس برضه ما قصرتش معاهم. ما شاء الله. الحمد لله وفضل الشكر لله معايا. ما شاء الله. ومعايا الواد الحمد لله مدلعه اخر دلع وبراضيه، ولو اخر جنيه بجيبه اديهوله، ممكن ان انا ما اتعشاش واديله اخر 10 جنيه. الكلام ده ثقة والله، والله الكلام ده ثقة.